إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي لما ماهر شاهين، البالغة من العمر 12 عاما. لما طالبة بمدرسة زهرة قريش بالسيب، تهوى القراءة وتكتب الشعر وتتمنى أن تصبح شاعرة كبيرة. مرحبا لما. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت طالبة سورية؟ أيوة. في مدرسة زهرة قريش بالسيب؟ نعم. وخبروني عنك أنك تحبين القراءة. نعم. شاركت في مسابقات قرائية؟ شاركت بقطار المعرفة على مستوى المدرسة. أيوة. فزت أنا فيها وكرموني بشهادة تقدير. ما شاء الله. فزتي من يعني قدمتي، عرضت كتب، تكلمت عن كتب؟ تكلمت عن 52 كتاب. كتبت اسم الكتاب واسم المؤلف وكتبت ملخص عن الكتاب. اها، يعني انت عملتي ملخصات ل 52 كتاب. ايه. جميل. ممكن يعني تذكري بعض هذه الكتب اللي قريتيهم؟ في عندي حريق في الغابة. في شجاعة الطفلين. جميل. في الماء وموارد الطبيعة. في كتير قصص. كل الكتب ال 52 قصص، ما في كتب ما في كتب أخرى؟ نعم كلهم قصص. وإيش القصة من هذه القصص اللي رسخت في بالك أكثر؟ حريق في الغابة. حريق في الغابة، ليش؟ عشان هي اللي أكثر حبيتها، وحبيت الصور اللي فيها، يعني شوية صور عجبوني فيها حبيتها قرأتها. جميل. وإيش رأيك نحبها إحنا بعد عن طريقك؟ عادي أقرأها. تقرأ؟ لا احكي لنا إياها بدون ما تقري. كان في أسرة تريد الذهاب إلى النزهة، فكان لديها طفل وطفلة. كان هذا الطفل يلعب. فعندما كانوا ذاهبين كان الحر شديدا جدا. كان ذلك في شهر نيسان. اللي هو إبريل. نعم. فعندما اجتمعوا وأكلوا، بعد ما انتهوا جاء الطفل، وعندما شرب بالزجاجة رماها في الغابة. وبعد ذلك عادوا إلى البيت. وبعدها سمعوا بالإذاعة بأن هناك حريق في الغابة. فعندما سمعوا ذلك استغربوا جميعا وقالوا قد كنا هناك ولم يحدث شيء. فاعترف الولد بأنه رماها. إيش رمى؟ الزجاجة. إيش فيها الزجاجة؟ احتكت مع الحرارة. عشان كذا صارت حريقة. نعم. بعدها أصبح حريق. فكان يقول لست أنا ولم أفعل شيئا. بعدها اكتشف الأب بأنه هو الذي فعل ذلك. وقال له لا بأس بأن تخطئ، بل العيب بأنك
تكذب. نعم. أو يعني لا تتحمل نتيجة خطائك ولا تعترف بالغلط. نعم. جميل. هذه هي رسالة من القصة؟ نعم. جميل. رسالة جميلة. وإيش بعد من القصص اللي قريتيهم؟ في شجاعة طفلين. إيش عملوا؟ طفلين كانت أمهم تاركتنهم ورايحة. بعدين هم في البيت قالوا لخدامتهم احنا حنسوي سلطة، وقالت وكانت الأم ما تسمح لهم تسوي. سووا. بعدين الطفل شغل النار بقوة حتى اشتغل حريق. وكان هذول الطفلين كل قصصك فيها حرائق. زين. كانت هي نفس السلسلة. نفس السلسلة. سلسلة ايش هذه؟ سلسلة ضوء الشمسي. كانوا جالسين يلعبوا بالنار. بعدين راحت الخدامة، هو جالسين يسووا السلطة، حطوها على النار، اشتغل حريق. بعدين هدول هذا الطفل والطفلة يعني كانوا شجاعين ومسكوا المطفأ وطفأوا الحريق. فعلا شجاعين. وبعدين قال الأب والأم لهم إنه أنتم أطفال شجاعين وسنسامحكم بهذه المرة لأنهم كانوا شجاعين. نعم. ممتاز. جميل. قلنا إنك تكتبين الشعر. نعم. إيش نوعية الشعر اللي تكتبين؟ شعر للأطفال. للأطفال. ممكن تسمعينا شيء من الشعر اللي كتبتي؟ في عندي شعر مألفته اسمه وداع مدرستي. وداع مدرستي. ليش يعني ليش تودعين هالمدرسة؟ عشان كان يعني في عطلة ونحن رايحين سوريا. ألفته أنا في المطار. ما شاء الله. وهذه مناسبة القصيدة هذا السنة الماضية؟ نعم. جميل. سمعيني إياها. وداع مدرستي وداعك كله أحزان، وداعك ليس وئام، بل حضنك الدافئ حنان. فأما الآن عدنا إليك بالفرحات، وأرسلنا الرسائل والقبلات لمن علمنا ودرسنا وأحبنا وأحب العلم معنا. إن المدرسة بيتنا الثاني، أتعلم بها حتى أصل لمرحلة الثانوي. لقد تعلمت عن كل البلدان، سوريا وعمان وتركيا ولبنان. ممتازة. سوريا وعمان. عمان مقصود بها الأردن؟ إيه. أنت تعلمت في الأردن بعد؟ لا، بس أنا اخترت البلدان اللي فيها ألف ونون عشان القافية. ممتاز. أنت من وين؟ من سوريا؟ من دمشق. من دمشق. الحقيقة بس أنا كنت لما أكبر أريد أن تكون قصائدي منشورة بالكتاب ويكون مكتوب الشاعرة لما شاهين ألفته وعاشت بعمان وهي سورية. الله. جميل والله. هذا إن شاء الله تتحقق هذه الأمنية. استبقتيني. إذن أنت أمنيتك أنك تصير شاعرة. نعم. وليش عاد تتمنى تصير شاعرة ما مش أي شيء آخر؟ والحقيقة أنا متمنية كمان أصير معلمة. وأنا محددة الصف لي، أنا بدي درس صف رابع. ليش عاد رابع؟ عشان هو كان أحلى سنة أنا درست فيها. وفي شغلات يعني أشياء بالرياضيات حبيت أنا أدرسها. لا يعني أنت تتمنين تصبحين معلمة رياضيات؟ نعم. أنت شاطرة في الرياضيات؟ نعم. على طال الشطارة، أنت شاطرة في المدرسة أو في الصف؟ نعم. كم ترتيبك في الصف؟ يعني المركز؟ أيوة. حقيقة يعني أنا ماشي بالمركز، بس يعني بالعربي جايبة ألف السنة الماضية، والرياضيات جايبة 99. ما شاء الله من 100. نعم. ممتاز. أنت رائعة يا لما. سمعيني شعر ثاني بعد من تأليفك. في شعر أنا ألفته عن النار. عن النار. هذا النار ثالث مرة تذكرينها في هذه الحلقة. تفضلي. أنا دائما أحتار لماذا نستخدم النار في الليل والنهار وفي استمرار. فقيل لي يا سلام ما أشهى رائحة الطعام، فإذا كان لا يوجد نار فماذا سيحدث يا صغار؟ فدعونا نسأل الكبار.
لقد عرفت الآن، يا لها من أفعال تكثر الأحزان. يجب علينا أن نقطع ونحرق الأشجار لكي نحصل على النار. فسألت شخصا اسمه رياض، لماذا نستخدم النار في استمرار؟ فقال: ما هذا السؤال الغريب، يا له من شخص مريب. لحتى الآن ما زلت بنفس المكان ولم أعرف الجواب يا خلان. الله، جميل، أنت قصائدك سردية أيضا تحكي قصة. ممتاز. نعم. ممتاز. وتتمنين أنك إن شاء الله يكون عندك ديوان في المستقبل لما تكبرين. نعم. إن شاء الله، أتمنى لك التوفيق. من يعجبك من شعراء اللي يكتبون للأطفال مثلك؟ يعجبني سليمان عيسى. سليمان عيسى. وأحمد شوقي. وأحمد شوقي. بتسمعيني شيء من لواحد من هذيلا؟ سمعت من سليمان عيسى. أيوة. عشان أنا حظي يعني هو جنسيتهم. سليمان عيسى من سوريا. وأحمد شوقي من مصر. جميل. إذا خلينا نأخذ اللي من سوريا. سليمان عيسى. سليمان عيسى. تفضل. ماما ماما يا أنغامة تملأ قلبي بندى الحب، أنت نشيدي عيدك عيدي، بسمة ماما سر وجودي، أنا عصفور ملأ الدهر، قبلة ماما ضوء نهاري، أفتح عيني عند الفجر فأرى ماما تمسح شعري، أهوى ماما أفدي ماما. الله، جميل. وأحمد شوقي تحفظي له شيء؟ لا ما حفظ شيء. ما مشكلة. خلينا أسألك أيضا، خبروني أنك قاري أيضا كتاب هكذا رباني جدي. نعم. من جدي؟ علي الطنطاوي. علي الطنطاوي. ومن المؤلفة؟ عابدة مؤيد العظم. أيوة، جميل. وهذا الكتاب عن إيش يتكلم؟ يتكلم كيف ربى الجد، هذه عايدة مؤيد العظم، كيف رباها جدها علي الطنطاوي. أها. ويعني كيف رباها جدها؟ هو يعني متقسم الكتاب له أكثر من موضوع، وهذا الموضوع متقسم لقصص. أها. عبارة عن حكايات. نعم. تحفظ شيء من هذه الحكايات؟ أنا قارية بس كده قصة قصتين. قصة فرصة الذبابة، الفرصة ذبابة. الفرصة ذبابة. هذه القصة إنه كان هذا الجد يكره كثيرا البعوض والذباب، فكان دائما يرش غرفته بالمبيد، بعدها يخرج لمدة ساعتين. وبعدها إذا كنا نريد الدخول لجلب بعض الأغراض ندخل قليلا ثم نخرج. بعدها عندما انتهى دخل فاستطاعت ذبابة الدخول عبر النافذة. فقال الجد للعابدة بأن تقتلها، فهي عندما ذهبت لإحضار المضرب كانت تتكاسل وتتباطأ، فعندما وصلت فكانت قد طارت بعيدا، فكانت تبحث عنها ولا تجدها في أنحاء الغرفة المكتظة بالأوراق والكتب لجدها. بعدها غضب الجد منها وقال لها: احفظي هذا الدرس، الفرصة ذبابة، إن لم تمسكها طارت بعيدا، وبعدها تريدين البعض الكثير من الوقت لكي تصلي إليها. الله. وأحيانا تذهب ولا تعود أبدا. ممتاز، ممتاز. وهذه إذن هي رسالة قصة الفرصة ذبابة. نعم. جميل، الحديث معك ممتع. بقي سؤال واحد، إيش الحكمة اللي ممكن تختاريها لي في هذا البرنامج؟ يعني الحكمة، أي حكمة؟ عبارة، بيت شعر، عبارة جميلة سمعتيها وعجبتك؟ أنا عارفة بس هكي حكمة يقولوا أن العيب ليس بالخطأ، بل العيب إن أخطأت ولم تصلحه. جميل. العيب ليس بالخطأ بل إن أخطأت ولم تصلحه. جميل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني العيب إذا ما ملعب، إذا أنت أخطأت، العيب أنك أنت تخطأ وما تصلح هذا الخطأ وتكمل عنه. ممتاز. أنت رائعة يا لما، استمتعت بحواري معك. شكرا. شكرا جزيلا لك لما ماهر شاهين، الطالبة السورية بمدرسة زهرة قريش بالسيب، البالغة من العمر 12 عاما. شكرا لك. عفوا.
القارئ الصغير. القارئ الصغير مع التحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.